عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هشام الحريف، صاحب مركز الحريف. حبيت بس ان انا بس عليكم اقول لكم مشكلة بس كانت صغيرة جات لنا في عربية ايجن، حبينا نعرفكم عليها. العربية دي يا جماعة جات لي امبارح من التوكيل، ماشي؟ العربية دي جاية لي امبارح من التوكيل. اللهم صل على النبي. التوكيل طبعا هو اتصل بالتوكيل الرئيسي، راح التوكيل الرئيسي قال له حوله على مركز في القاهرة. انا مش عارف هو انه، ومش لازم نعرف هو انه. المهم هو حوله على مركز في القاهره. المركز اللي في القاهره راح قايل له العربيه فيها كرنك وفيها موتور. العربيه فيها ايه؟ كرنك وفيها موتور. خلاص الراجل طبعا شاكك ان ده مش كرنك، لانه راح عند ميكانيكي كمان بره. راح عند ميكانيكي بره قال له برده فيها كرنك. طبعا الراجل مشكور انه اتصل بيا، قلت له طب هات لي العربيه وهبص لك عليها انا. طبعا الراجل جابها، اول ما سمعت صوت العربيه قلت له هو ده مش سكرانك، ماشي؟ ده مش سكرانك. قال لي ازاي ده انت الوحيد اللي بتقول دلوقتي ده مش سكرانك؟ قلت له انا بقول لك لو كرانك الكرانك هيفضل يرزع في الدايرك على طول، ومش هي مش مع البطاله ولا الدواره. راح الراجل لما لقاني قلت له الكلام ده قال لي طب انت هتعمل ايه؟ قلت له هنحل الموتور بره عشان انا حاسس ان في حاجه سايبه جوه المكنه. حاسس؟ شو انا قلت له حاسس ان في حاجه سايبه جوه المكنه. اللهم صل على النبي. الراجل طبعا ادانا الثقه وقال لنا ايه، حل هشام الموتور وشوف في ايه. طبعا احنا حلينا الموتور، اول حاجه طبعا لقينا جوايه الوش السرندل كلها بايظه، الجوايه كلها بايظه، كان الموتور عنده بينفس في الشكمان. لقينا الجوايه، الراجل قال لي حل الوش واديله يتعمل جوايه، وجوايه الكامه كلها كانت مفوته عملناها، ماشي؟ لسه كل ده انا ما قلتلكش العيب فين، العيب لسه. ما انا كل ده وعمال انا يعني ايه قايل له في حاجه سايبه. الراجل قال لي طبعا اللي انت شايفه اعمله. اللهم صل على النبي. انا طبعا لما طلعت المكنه بايه، اللهم صل على النبي، رحت مطلع المكنه اهي، المكنه اهي حلينها. العيب بقى طلع مننا يا جماعه، صوت الخبط والرزع اللي الراجل كان سامعه، ولما راح التوكيل قال له ده الكرنك، ماشي؟ ما هو مش عارف هو قال له بناء يعني ايه كرنك وهو ما كشفش صح. هو يعني انت خلاص ما معروفه ان الكرنك ده بيرزع في الدايرك، وبيرزع اول ما تدوس بنزين بيرزع. اما دي عربيه في الدواره بترزع وفي الطبطيله بترزع، يعني معنى كده ان في حاجه سايبه بتخبط، ماشي؟ اللهم صل على النبي. العيب اهو يا جماعه، العيب الفلوم ده لافف. المجموعه دي زي يعني زي مجموعه كلاتشات، ماشي؟ الفلوم ده لف، اما بيلف كده ماشي خلاص، ده مكان المسامير. يعني الفلوم ده لف معايا، ده مكان المسامير. اما ده لف، ده عامل شخلانه من جوه، ده عامل شخلانه من جوه، عمال يخبط معايا من جوه. طبعا احنا عشان نحل ده، انا مش عاوز اقول لكم احنا عملنا ايه. احنا فضلنا ندق شمال ويمين، ندق شمال ويمين، المهم ان احنا نظبط مكان المسامير، مكان الدق اهو عاملين ندق عشان المهم ان احنا نظبط مكان المسامير. ما مكان المسامير مش مظبوط، ومعنى ان هو لف، معنى ان هو لف مش هيخلي كمان العربيه مظبوطه وعماله تتهز. يعني العربيه مش مظبوطه وتتهز، ماشي؟ حتى كمان العربيه لما كانت واقفه كانت عماله تتهز جامد قوي، لكن العربيه خلفه تقسيمه، وده يخليها تخلف تقسيمه عشان حساس الكرنك شغال عليه. انا يعني انا حبيت ان انا اعرفكم المشكله كانت ايه. يعني انا الراجل يعني كان هيسيب العربيه وهيفك وهيفك كرانكو وهيحله وهيعملوا كل حاجه، والعيب زي ما هو، العيب كان في الفلوم، هو اللي كان عامل خبط وعامل رز. احنا بس حبينا نوصل لكم المعلومه، كل حاجه قدامكم ايه، وهندورها لكم وهنسمعك صوتها باذن الله، ونخلي العميل هو كمان يتكلم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.